حاربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في شمال جمهورية العراق الشقيقة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. وشددت الوزارة في بيان لها عن موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب العراق الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.